واحدة من البنات اللي بيحبوا البابا كيرولوس خالص بتحلم احلام مزعجة. فتقوم من النوم مفزوعة وعرقانة وتقول يا بابا كيرولوس يا بابا كيرولوس. فالبابا كيرولوس جات مرة كده راحت قايمة مفزوعة بتشوف شافت لمؤاخذة واحد حسب جوابها يعني من غير راس. فالبنت قامت مفزوعه كده من النوم وهي بتقول يا خبر يا بابا كيرولوس يا بابا كيرولوس. بصت تلاقي بابا كيرولوس واقف قدامها في اوضه النوم. قال لها دوشتيني هو كل ايه في ايه عمالين دوشتيني ايه ايه الحكايه؟ قالت دي شايف الاحلام يا سيدي. قال لها دي مش احلام يا سيدي دي كوابيس. قالت له طب يا سيدنا اعمل ايه؟ قال لها يا بنتي خدي لك مزمورين قبل ما تنامي احمي بيهم فرشتك عشان الكوابيس ايه تروح. وتعلمت تقول مزاميرها بالليل لان البابا كيرولوس عطاها الدرس. قال لها المزامير تحوش الايه الكوابيس. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. هتكلم النهاردة عن ابونا مينا المتوحد. طبعا عارفين مين ابونا مينا المتوحد؟ هو البابا كيرولوس قبل ما يبقى ايه قبل ما يبقى بابا. وهو في الطاحونة في مصر القديمة ربنا يعني عطف قلب راجل عجوز كده حلو بيحب ربنا قوي يطلع يصلي معاه القداسات ويرد وراه شماس. ان كان ممكن يكون ابونا مينا وعم مليكة ده بس معهمش حد تاني. فاذا ما راحش عم مليكة ابونا مش هيقدر يصلي. ان ما يجوش يصلي لازم يكون معاه شماس. فجي في وقت من الاوقات عم مليكة عي وهو راجل عجوز وكان نحيف قوي وجسمه ضعيف. فجسمه ضعف لدرجة المضاد الحيوي مش جايب معاه يعني ما خلاص بقى. والدكاترة قالوا بلاش نديله حقن ونعذبه لان هو ايه ما بيستجبش. الحاجة التانية ان كان ساكن في بيت عم مليكة دكتور اسمه عزمي مريد. الدكتور عزمي قال لهم يعني انا شايف خلاص بقى دي بيقضي اخر لحظات من عمره فبلاش تعذبوا الراجل. نزل الدكتور بدري قوي وخد بعضه وراح يشوف شغله عشان يرجع بعد كده قال الحق احضر الايه الجنازه بتاعت عم مليك. فراح كليه الطب وقام ورجع دخل بيبص على بيتهم كده لقى مفيش اثار لايه لصوات ولا جنازه. قرب قال ما هو برضه راجل عجوز ما يستاهلش انهم ايه يصوتوا عليه. دخل على لقى باب البيت مقفول. مش معقول باب البيت يكون فيه جنازه والباب يبقى ايه مقفول. خبط فوجئ اللي بيفتح له الباب عم مليك. قال له معقولة؟ قال له تعالى كل برتقان انا لسه مقشر برتقانة يا دكتور عزمي وتستاهل بقك. قال له قل لي بس ايه اللي حصل؟ قال له ابدا عشان ما روحتش القداس ليا كام يوم فابونا مينا جه ودهني بالزيت وعطاني قربانه قال لي لازم تاكلها يا مليك يا ابني. بدا يقطع القربانه ويحط لي ببقه لقيت الطاحونه بتاعتي بدت تشتغل بيني بينك يا دكتور لقمه والتانيه وسخنت. فرحت مخلص على الايه على القربانه وابونا مينا لسه مايش ماشي. فقلت يعني برضو لازم احلي. فقمت جبت برتقانه وقشرتها وانت ديك خبطت على الباب تقاسمني في البرتقانة. قالوا لا يا عم مليكة اللي انت فيه ده لا يتحكي ولا يتقال ولا حد يصدقه لكن صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. الله العجيب في قديسين. الهنا اله اسمه قادر قادر على ايه على كل شيء ولا يعصر عليه امر. كلمة حلوة
قالها ابونا ابراهيم ابو لبى، هل يعصر على الرب امر؟ يقدر حد يروح لربنا يقول له معلش فوت علينا بكرة، معلش انا مرتبتش اموري ما اقدرش على الشغلانة دي؟ لا يعصر عليه ايه؟ عليه امر. ابونا مينا وهو قاعد في مصر القديمة في طحونة الهوى دي، كان يعني حسين بن راشد فتش الاثار موصي توصية خاصة على ابونا الراهب ده، ودي ليها حدوتة مش وقته يعني. التوصية دي ان يعني الراجل بتاع الغفير بتاع الاثار لازم يعمل حساب الراهب ده في المية ويوديله مية يعني اللي عايزه. فاللي حصل ان الراجل الغفير قال لك يعني ما بقاش اللي انا اشيل مية على كتفي وديها كمان للراجل النصراني ده، ومش بس نصراني وكمان انا هسيبه يموت من الايه؟ من العطش. وراح الغفير بسلامته نام وساب ابونا مينا من غير ايه؟ من غير مية. وهو نعس واللي جاله بالليل يخبط عليه، ما اديتش المية ليه؟ قال له منا مش، قال له مش ايه؟ تقوم تود المية احسن لك، وما وديتش مية انت عارف اللي هيجرى لك. قال له مين؟ قال له انت اصحى تعال بتكلم مين؟ قال له فتحت عينيا لقيته ظابط، والبتاع اللي هنا بيبرق واللي هنا بيبرق، بس لابس بتاعه كده فوق كتافه كده وبقيت رجله عريانه. فقام يخبط الساعه 2:30 بالليل وشال الصفيحه على كتفه وطلع رجليه عم تخبط في بعضه ويتكتك من البرد، وعرس دير بتاع ابونا مينه ودلق له الميه. فابونا مينا سمع الراجل اللي بتاع الميه طلع، قال له يا ابني اتاخرت ليه يا ابني؟ قال له بس ده الدنيا ساعة قوي يا ابونا استنى. ودخل فوق لقى الصوره في الوش كده بتاعت مارينا، قال له هو ده؟ قال له مين؟ قال له ليه اللي هو ده؟ قال له مين اللي ايه هو ده؟ قال له هو ده اللي جه صحاني وقال لي انت مش بتودي الميه ليه للراهب، قوم ودي له الميه ايه احسن لك، ليك حمايه، ليك حمايه يا نصراني، ده ربنا مسخر لك ناس بتخدمك من العالم الاخر، انت فاكر نفسك لوحدك؟ ده بيقول لك انا ترسل لك وملاك الرب حال حول خائفيه وايه وينجيهم، وصدق ولا بد ان ايه اقول حاجه تاني ربما اكون قلتها لكم عن الطحونة برضو. تعالوا نتكلم عن الطحونة، يبقى نخلي الكلام ايه بالمرة. اتنين تلاتة شباب من مصر القديمة جم في وقت زي دلوقت كده وقال له جرجس، قال له نعم يا مخيل، قال له تيجي نطلع عند ابونا مينة؟ قال له يا اخي الدنيا ضلمة. قال له ضلمة؟ ما ضلماش، ده الساعة 6 دلوقتي بتاع. بقول لك ايه، يلا بينا بس كده احنا شباب، يلا يلا يلا. وحمسوا بعض وخدوا بعضهم طالعين، والدنيا هوا بقى دلوقتي، بقيتش هوا دلوقتي، حوالين الطحونة بقت في بيوت. وهم طالعين لقوا حاجة غريبة، راجل نازل بدقن طويلة كده، دقنه لغاية بعد نص بطنه، وأول ما شافهم قال لهم سلام يا أولاد، سلام يا أولاد، سلام. وخدوا بعضهم، خدوا سلام يا عم، سلام، أنا عارف جاي منين ده، سلام سلام. قال له له سلام. قال جم وصلوا عند ابونا، قال له الحمد لله على السلامة يا ابني، انت وهو تعيش يا ابونا؟ انت يا ابني جاي متأخرين كده ليه؟ اه يا ابونا حبينا نيجي نشوفك كده والدعوة جت متأخرة، فقلنا نطلع ناخد بركتك بقى. طب يا ابني قابلتوه في السكة وانتوا جايين؟ مين؟ مش قال لكم سلام يا اولاد 3 مرات؟ سلام سلام، مش قال لكم سلام 3 مرات؟ قالوا اه الراجل ابو الراجل اللي واحد منهم بيضحك، الراجل اللي قال له هتضحك يا ابني انت عارفه ده مين؟ قال لها يا ابونا مين؟ مين ده؟ قال لهم يا ابني ده ام بابولا اول السواح، وكان في زيارتي هنا، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. كلمتكم الاسبوع اللي فات عن ابونا مين المتوحد او البابا كيرلس السادس، وهو فين؟ في الطحونة.
واكمل كلامي النهاردة برضو عن البابا كيرلس وهو راهب الطاحونة وهو ابونا مينا المتوحد. كان السكة طبعا غير ممهدة، ده احنا دلوقتي بنروح بالعربية بعد الحتة ما عمرت وبقت السكة يعني فيها مداء، ونوصل لغاية باب الطاحونة دلوقتي بالعربية، لكن برضو الحتة طلعة وحتة يعني مش ممهدة. فكان اللي يروح عند ابونا مينا المتوحد بيلاقي صعوبة ويلاقي مشقة. ففي عيلة عندها اولاد خدوا بعضهم وراحوا عند ابونا مينا المتوحد، وهم قاعدين في عيال كده يعني لا مؤاخذه يطلبوا المستحيل، عيال صغيره، وهم قاعدين عندهم واد صغير كده: بابا بابا. نعم يا حبيبي. قالوا انا عايز فول حراتي. طب دلوقتي يعني انا اجيب لك فول حراتي منين يعني؟ وخلاص زنقت الفول الحراتي واحنا عند ابونا مينا في الحته المقطوعه دي. لفت نظر ابونا مينا قال له: في ايه يا ابني؟ قال له: ابدا يا ابونا. قال له: تعالى يا حبيب ابوك، تعالى يا ابني، عاوز ايه؟ قال له: ابونا انا عاوز فول حراتي. قال له: ربنا يبعت يا ابني دلوقتي فول حراتي. يعني البابا كيرلس بيقولها على اساس ان حد يجي من الزوار جايز يجي جايب معاه كيس يكون ايه فيه كيلو فول حراتي. ما خلصوش الكلام والا لمؤاخذه راجل تايه بتاع فول حراتي تايه في الجبل، وعمل يسول: حراتي يا فول حراتي. قال له: خلاص يا ابنه، مريمين بعت لنا الفول الحراتي لغايه هنا يا ابني. انده على الراجل. الراجل طلعوا يشتروا فول حراتي. يا عم انت جيت هنا، هو هنا في ناس؟ قال له: بصراحه انا تهت، قلت اخرم كده اخد سكتي كده جايز اعرف اوصل مصر القديمه. فطلع ابونا مينا قال له: خلاص يا عم، احنا ناخد الفول الحراتي ونقول لك ايه السكة منين. واخد الفول الحراتي واصر ابونا مينا ان هو اللي يدفع ويوزع على الولاد اللي يعني نفسهم ياكلوا فول حراتي في جبل مقطوع. لكن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. كان جوه المغارة صغيرة يعني، يمكن هي يمكن زي من هنا والعمود ده مش كبيرة يعني، او الطاحونة دي. فكان بره في زير مية، فبعض الزوار قاعدين معاه. واحد قال له: يا ابونا لما اغسنا عايز اشرب. قال له: يا ابني المية في الزير بره. هو بره فيه كم زير؟ واحد. خد يا ابن الكوبايه مودي دي واطلع اشرب. طلع الوليد بص في الزير، مد الكوبايه ومد دراعه ودخل. قال له: يا ابونا ما. قال له: ما ايه يا ابني؟ قال له: اذا ما فيش ميه. قال له: مين قال كده يا ابني؟ الزير مليان. يا ابونا ما فيش ميه. تعال يا ابني. مسك الكوبايه ومن على وش الزير كده راح مد الكوبايه وطلع له الكوبايه. ايه؟ قال له: انت سميت يا ابني قبل ما تمد الكوبايه. اصلك ما سميتش يا ابني، قله البركه وحشه يا ابني. تاني مره بسمي يا ابني وربنا يملا لك الزير لغايه الايه؟ لغايه الاخر. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. ربنا الهنا العجيب بيحب رجالته، يحب اولاده، يحب قديسيه. يكرم الذين يكرمونه، اما الذين يحتقرونه يصغرون. المنطقه اللي فيها الطاحونه دي اسمها منطقه الطواحين عشان فيها طواحين الهواء كان. فكان في ساكن كده راجل بدقن كده هناك، طبعا اكيد تلاقيه مات دلوقتي، كان اسمه الشيخ حسن سليمان. الشيخ حسن سليمان ده لما ابونا مينا يعني طرد من هناك واخد بعضه يمشي، الشيخ حسن سليمان ده وقف يعيط: يا الف خساره يا الف خساره يا الف خساره. الناس قالوا: ليه يا حاج بس في ايه؟ قال له: من ساعه ما الراجل ده جه هنا
انا ما وديتش عيل من عيالي للدكتور، العيل من عيالي يسخن يبرد تجيله رعشة تجيله مش عارف ايه، اجيبه عند الرجل ده يحط ايده عليه يجراله يخف. بعد ما تطرد الرجل ده من هنا اودي عيالي فين؟ لدرجة اني ابونا مينا قال له معلش يا ابني معلش انا هنزل هنا مصر القديمة، وكل ما اروح مكان يا ابني هبديك عنواني يا شيخ حسن. وصارت صداقة حتى بعد ما البابا كيرلس بقى بطرك، كان الشيخ حسن سليمان ده ياخد عياله ومراته روح يوطوا تحت ايدين البابا كيرلس، يحط صليبه عليهم يقول بارك مباركيك يا رب احفظهم من كل شر وشبه شر، والراجل يبوس ايدين البابا ويبوس صليبه ويرجع فرحان ويقول بيت اتملى بركة، بيت اتملى نعمة، بيت اتملى سلام. وصدق ولا بد ان دكتور اسنان اعرفه في عين شمس اسمه الدكتور صبري سليمان، وهو طالب في الكلية سنة 51 اتلم هو وزمايله وراح عند ابونا مينا المتوحد، قالوا يا ابونا صلينا عشان ننجح. فالبابا كروز بصله كده لقاه مجموعة كبيرة قوي، قالوا ايه ده انتوا داخلين حرب جايين كلكم كده مرة واحدة؟ قالوا معلش يا ابونا. قالوا طيب خلاص احنا دينا في الصوم الكبير، تعالوا احضروا القداس بكرة وربنا يسهل. طلعوا جمع منهم قالوا يا احنا هنصوم لغايه القداس بتاع الساعه 5 ولا الساعه 6 يطلعوا وطلعوا ده. فجماعه قالوا احنا مش رايحين. والجماعه اللي جم حضروا القداس نصهم اتناول ونصهم ما تناولش، وكلهم دخلوا الامتحان. الشيء العجيب ان اللي تناولوا نجحوا في الدور الاولاني، واللي ما تناولوش نجحوا في الدور الثاني، واللي ما جوش خالص القداس عادوا السنه. التفنيطه دي مفيش واحد فلت منها من المجموعه، اللي تناولوا كلهم من اول دور، واللي حضروا القداس وما تناولوش امتحنوا دور تاني وعدوا في الملحق، كان لهم نصيب برضو حضروا القداس. اما اللي ما حضروش كانوا يعيدوا السنة، ولابد عشان يروحوا بعد كده يحضروا القداس وايه ويتناولوا. وصدق ولا بد ان ان تصدق. افكركم بحاجة حلوة كنت قلتها لكم، كنت جبت لكم مرة هنا الدكتور حنا يوسف حنا، تفتكروه طبعا، جايز من سنتين، وده كان من رجالة البابا كيرلس. فكان الدكتور حنا في يوم من الايام عنده عربية جيب محترمة، فالبابا كيرلس بيقول له حنا يا ابني، قال له نعم سيدنا، قال له بكرة تجيني صايم يا ابني عشان هديك حاجة غالية يا ابني توديها مكان، وتجيب العربية تجيب بتاعتك يا ابني. قال له حاضر يا سيدنا. تاني يوم دكتور حنا بقى طول الليل بابا كيرلس هيديني ايه؟ يكونش محوش ذهب، يكونش محوش الماز، يكونش محوش. قعد طول الليل بقى يحاسبن. تاني يوم راح بدر البابا كيرلس قال له هو يا ابني جاهز؟ قال له يا سيدنا. قال له طب يا ابني يا ابونا من تياس؟ قال له نعم سيدنا. قال له هتروح مع الدكتور حنا وبامانه اللي اديها لك تطلعوا على اسكندريه تبيتوها على المذبح، وتاني يوم تودوها دير مريمينا، تباتوا في دير مريمينا وتسيب ابونا من تياس يا ابني هناك وتجيب بعضك وتيجي على مصر. قال له حاضر يا سيدنا. طلع البابا كيرلس ولقوه نازل مبوط في انبوبه من بتاع القديسين دي، وقال له حاسب عليه يا ابني، ده حبيبي مريمينا يا ابني، حاسب عليه يا ابني، تروحوا بيه المرقصية تبيتوه على المذبح وتباتوا في اسكندرية، وتروحوا دير مريمينا وفي مريمينا تباتوا وتعملوا قداس وتيجي يا حنا يا ابني. قال له حاضر يا سيدنا.
بس شوف يا ابني. قالوا نعم. قالوا طول السكة تعملوا له تماجيد وانتوا ماشيين. حاضر يا سيدنا. وركب ابونا من كياس جنب الدكتور حنة وحاطط مرنين على حجره وعملين خنفران واكسيوس واللي يقولوه يعدوه لغاية ما وصلوا ايه اسكندرية وبيتوه على المسبح. وتاني يوم خدوه راحوا دير مرمينة حطوه في على المسبح في دير مرمينة كنيسة كده لسه ملهاش سقف وعبارة عن اوضة واحدة مسقوفة مهم يعني. فابونا من كياس هينام في الاوضة وعم الدكتور حنة هينام فين؟ مفيش مكان. فقال انا مع الحصيرة جوا الكنيسة معلش صحيح ملهاش سقف لكن زي بعض. فدخل الدكتور حنة نايم ود مش مد وشه للحيطة. قال ابونا من كياس يخش ايه يكون عاوز يصلي ولا حاجة بلاش اعمله قلق كأني مش شايفه. ونايم الدكتور حنة ولقى اللي يخبط على المؤاخذة الرفاص بتاع الباب اتفتح. قال بس ابونا من كياس ايه دخل شوية اللي على كتفه كده يا دكتور حنة بس الصوت ده مش صوت ابونا من كياس والدير كله ما فيهوش الا ابونا من كياس والدكتور حنة هيكون مين يا دكتور حنة. راح رفع عينه كده لقاها شاب شعره مفروق من النص وشعره نازل على كتافه ولابس ملابس ضباطية. قال له يا دكتور حنة. قال له ما قال له انت انا جاي لك مش عاوز حاجة. قال له ما قال له خلاص ما ماشي انا سايبك وماشي. شوية وجه ابونا من كياس ابونا من كياس قال له ها تقوم تصلي معايا؟ قال له يا عم لا تصلي ولا تسيبني في حالي خلي الليلة بتاعتكم دي ايه تعدي على خير. وفضل قاعد متربع لغاية ما الصبح ايه صبح. وايه اللي حصل؟ خد بعضه جه راح البطرخانة القديمة عند البابا كرولوس. لقى البابا كرولوس نازل على السلم. اول ما شافه البابا كرولوس ضحك. قال له بتضحك عليه يا سيدنا؟ قال له بتمقمق. قال له امقمق ايه؟ قال له ابعت لك مريمين يصحيك تمقمق يقول لك عاوز حاجة تقول له مقمق ايه؟ ضحكت علينا مريمين يا شيخ. قال له يا سيدنا ما انت مش تقول لي برضو انك تبعت لي مريمين. قال له ايه؟ هناخد منك اذن يعني عشان بعت لك مريمين؟ خلاص يا عم المرة الجاية. اهو قاعد مع ابونا من كياس في الدير. عارفين مين ابونا من كياس؟ اول راهب عمر دير مريمين نيافة حبرنا الطاهر ربنا يديله الصحة انبا دوماديوس مطران محافظة الجيزة. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. البابا كرولوس الاسبوع اللي قبل اللي فات كان في موضوع معين وشائك قوي يعني. ف انا طلبته على المسبح بقول له سيدنا انا طمعان في حنيتك تخلص الموضوع ده. انا مش عارف يا يا لا يعني انا عاوز اعرف رأيك في الموضوع ده بارشادك الروحي وانت بقى سيدنا بقى يعني اديني علامة. ففوجئت بعد الاجتماع الجمعة اللي قبل اللي فاتت سيدة من شبرا لعلها تكون موجودة معانا دلوقتي بتقول لي يا ابونا البابا كرولوس بعتني ليك. انا كنت نايمة وانا معرفكش ده هو اللي قال لي ووصف لي السكة وبيقول لك كذا وكذا وكذا. قعدت تحكي لي وانا قاعد في الركن ده هو. فكل اللي قدرت اقوله عظيم هو الله في قديسيه وشكرت سيدنا على استجابته وردوده الهادية السريعة. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. البابا كرولوس كان انسان وديع جدا في اكله في لبسه في نومه لدرجة ان مرة كان البابا كرولوس تعب صحيا وهو تعبان راح زاره القاصد الرسولي بتاع بابا روما
دخل اوضه البابا كرولوس لقى كرسي كده يعني ما يليقش بشلته كده، وسرير من ابو عواميد، وحته صندوق خشب عشان البابا كرولوس يطلع عليه يطول الايه يطول السرير، والحيطان كده يعني. فطبعا القصر الرسولي قاعد يقارن بطرق لقباط ببابا روما، طبعا اشجاب لجاب. فقال له معقولة بابا لقباط العظيم فيش واحد قبطي قادر يهتم لك بالاوضه كده ويبيضها؟ تسمح لي حضرة البابا، انا على حساب السفارة انا هوضب لك الاوضه، تسيبها لي بس 24 ساعة وانا خليها لك جنة. فرد البابا كرولوس قال له شكرين يا حضرة القاصد الرسولي متشكرين، صدقني الاوضة دي احسن من مزود البقر اللي اتولد فيه السيد المسيح، ده احنا مترفهين قوي، احنا نومي على سرير هو نام على عفش، فيعني عفش عن عفش يفرق. وصدق ولا بد ان ولا بد ان تصدق. كان رقيقا رقيقا رقيقا، كان يعني ما يحبش يجرح حد، لدرجة صدقوني او يمكن عمه وديع فوزي فراش اللي كان بيخدم سيدنا البابا اهو عايش مع البابا شنودة ربنا يديله الصحة، كان لما البابا يعطش ويحب يشرب شوية مية كان يقول له يا وديع يا ابني ولو انك تتعب عشان ادعي لك ربنا يبارك لك، لو سمحت يا ابني كل المقدمات عشان يقول له ايه هات لي شوية مية. كان البابا كيرلس رقيقا، ده البابا كيرلس لو داس على الزرار وقال يا ولد هات شوية مية هيجيب كل يتمنى يخدم البابا، لكن كان البابا كيرلس حساسا الى ابعد الحدود. وصدق ولا بد ان ولا بد ان تصدق، وروح الله مليني وهو بيعزيني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني.